المتسابق القادم يستعد معي، ودنا بعد يجهز لنا بعض الاعمال الجميله. عبد الله بن جريغم، مساء الجمال. عبد الله سامعني؟ يا مرحبا، يا هلا يا ابراهيم. شل الجمال، الله يرضى عليك. وش اللبس الرائع والرايق يا حبيبي انت؟ يا لبى قلبك، لبى عينك، يا حبي لك، لبى عينك. عطني قصيد من صوتك ومن لمساتك وحسك يا حبي. يا جعل الله 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 يجعل صورتي ما تقطع. الله، وصل الاخر يوم في اليوم 90. الله، شايفها؟ لب عيني اشوف. ايش لا تقول، خلي العين عنك تقول يا عبد الله بن جليغم. يا مرحبا يا حبيبي. هذه صورتك كنت لابس تنك طبعا، وش تتذكر في هاللحظه الجميله؟ هذه في ما هي في زيد فرصتك هذه. ها، لا تكفى لا تنزلها، ارفعها يلا. ها، في قصيدة قلتها قبل ما أتكلم عن الصورة عبد الله، قديمة ذكرتها ما أنساها أنا أتوقع، بس لو أذكر ما تخلي القصيدة ويذكرني محبينا عبر أثير نموني أفهم وهالهاشتاج قصيدة لا إله إلا الله. ذكر معي يا عبد أو عبد الله، أو سمعنا قصيدة الآن. وش القصيدة اللي أنت؟ أي شيء أي شيء، سمعنا شيء من كثرت من إبداعاتك يا عسل، ولا نروح للمقص؟ يقول لا لا، المقص خليه شوي. يلا خليه شوي يا حبيبي. صباح اليأس وذكرى الحزن والإهمال والتقصير. الله. صباح اليأس وذكرى الحزن والإهمال والتقصير، صباح العين وهي تبكي من الفرقة بدون أسباب. صباح الطير لا منطار، خلاص بيصعب التصوير. صباح اللي ذكر حزنه خاطر دمته ما طار. اقول يازن طلتك ويازن حروفك، صح بدنك حبيبي انت. يا لبى قلبك، لبى قلبك انت، لبى عينك. عبد القادر، عبد الله بن جليغ، عبد الله بن جليغ عفوا. سم، تدري ليش طليت على صوره عبد القادر؟ انا وعبد القادر إيه؟ في الحال سوا، كلنا اخوان. هذه اذا اخطيت. طيب ابسمع اهداث وما بعلمك نتيجتك. طيب سم، ابشر. مستمعينا متابعينا عبر اثير نموني فم، فاصل وراجعين لكم. نموني اف ام، اجمل اللحظات. يا رحمن يا عظيم الشان، يا رحمن يا عظيم الشان، يا منان يا كريم الجان. متابعينا عبر اذاعه نمونه اف ام، عبد الله بن جليغم ينتظر نتيجته بعد هذه القصيده الجميله. اقول له عبد الله، الله كريم، رحمن يا رحمن، والحياه لا تختصر مثل برامج الواقع. قدمتك على الساحه، انت قادر تقدم افضل ما عندك ان غادرت هذه الليله. عبد الله بن جليغم يقول لك مبروك عودتك القريه. يا سلام يا سلام. لا 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 لا